مع ختام العام الدراسي أقيم العديد من النشاطات الترفيهية الفنية الهادفة للأطفال، ومنها فعالية شعوب العالم في المركز الثقافي العربي بالعدوي، حيث قدم للأطفال من خلاله أو قدم للأطفال العديد من الرقصات الفنية. ورح نحكي أكثر عن الفعاليات مع السيدة عبير صاصيلة القائمة بالفعالية. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح الخير. وأيضا بدنا نرحب بالمعلمة نسرين العزي، أهلا وسهلا فيك، حضرتك مشاركة أيضا بالفعالية، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يا كل عام وأنتم بخير بمناسبة انتهاء العام الدراسي. أهلا فيك. أستاذ صباحكم، بالبداية خلينا نحكي عن هذا النشاط، كيف بلشتوا التحضيرات وشو المختلف لما نقول نشاطات فنية ثقافية تقام بشكل مستمر للأطفال؟ هلا اكيد التحضير مع الطفل بياخذ وقت كثير طويل، مو مع مثل بتتعاملي مع حدا كبير. حقيقه نحن بلشنا باول الفصل الثاني التحضيرات لها. اول شيء الفكره تبعها شلون بدنا ننسق مع الاهالي لحتى نفهم الاهالي شو الطرق اللي بدنا نمشي فيها طريقه تفهيم الطفل مشان ما يفوت على يرقص رقصات وما له فهمانه او عرفانه. كلياتها فهمنا شو قصدنا من النشاط، هو كان عن شعوب العالم. بقى كانت كل فئه نقيناها لتقوم ب عم تأدي شيء. كنا نفهمهم شو السفر اللي فايتين فيه، يعني مثلا كانوا شيء عم ياخذوا عن الهند، بقى كنا بنفهمهم انه هيدا الهند بلد الالوان، لبسها كله الوان، شو فيها مثلا ثقافات، شو فيها مثلا معالم مهمه، تاج محل كذا، لحتى الولد يفوت يبلش فيها يكون فهمان شو عم يساوي. هي شغله كثير مهمه للاطفال انه نحترف عقليه الطفل اللي احنا فايتين فيها. الوقت كثير بياخد لحتى نعرف شو الرقصات اللي بدنا نعملها، شو الشيء الحركات اللي بتناسب. خصوصا مع اعمار صغيره نحن عم نحكي، يعني 4-5 سنوات اعمار صغيره كثير كبيره تماما. يعني نحن كنا من 3 سنوات عم نشتغل، يعني في عالم كان عمرهم 3 سنوات وتوقفوا على الستيج وما تلبكوا قدام الاهل، يحفظوا الحركات. هيك كانت صعوبة يعني. نعم نسرين، لكن بما انه عم نحكي عن الصعوبات بالاعمار وكيف فيكم تضبطوا الاطفال على خشبة المسرح، وانه التدريبات اكيد هي غير لما يكون في عدد كبير من الجمهور، من الاهل، من الاصدقاء ومن المعلمات ايضا الموجودين، صار في هيك فيدباك بعد او قبل البروفا؟ اكيد رح تكون غير العادة. نحن اول شيء مثل ما قلت لك انه بلشنا من الفصل الثاني، يعني دربناهم كيف بدهم يوقفوا، كيف بدهم يستعدوا، شلون وقفه المسرح، يعني اول مره بده يطلع الولد قدام الاهل يعني ويشوفوه، يعني اول يعني كثير شغله صعبه بين ما يكون عنده ثقه بنفسه يعني ليبلش يطلع. تعاوننا كلياتنا على هذا الشيء، يعني لبين ما وصل واعطيناه ثقه بنفسه، وحتى مع رفقاته يعني قديش هو بده يكون متعاون، يعني انه امتى بده يطلع، امتى بده يعمل هاي الحركه. يعني كان في شويه صعوبه، بس طبعا وقت كنا كلياتنا صف كامل يعني الحمد لله مرقت الامور. يعني كانت طيب خلينا نحكي نسرين، الفعاليه اقيمت تحت شعار فينا نقول شعوب العالم، كان في رساله واضحه يمكن من خلال تقديم هذا العرض الفني، وقديش مهم فعليا هي الرساله توصل بطريقه فنيه فينا نقول ترفيهيه للطفل. هلا نحن لعبنا على التآزر بين الحسي السمعي البصري للطفل، يعني انه قد يطلع على الستيج يقدر يعمل الحركات هي، وبالاضافه انه يتعلم انه ثقافه شعوب العالم الفكريه الثقافيه التقاليد الصفات تبع كل يعني منطقه، مثلا مثل الهند مثل ما قلت لك صفاته شلون لبسهم، يعني هيك يعني كانت كلها يعني رساله انه توصل للطفل يعني عن طريق الرقص، عن طريق عرفتي الحركات، عن طريق هيك شغلات يعني. تماما. ست عبير، يعني دائما ضمن صباحنا نحن بنركز على سلوك الاطفال، بنركز على الظروف يلي مرقنا فيها كلنا وقديش تاثروا الاطفال، يلي نحن لازم دائما نركز على ثقافتهم، على تفريغ الطاقه، تفريغ الضغط يلي نوجد خلال السنوات يلي مرقوا فيها، تفريغ طاقه الاهل السلبية يلي كمان وضعنا الاقتصادي والوضع العام بشكل عام عم يأثر على الأطفال. اليوم نحن كمدرسات كمشرفات على الأطفال عدم لهم شيء ثقافي، عم يفرغوا من خلال الرقصات، عم يتعلموا، عم يلتهوا. قديش اليوم مهم أنه نحن نعطيهم هاي الثقافة، أنه نحن نعلمهم كيف يفرغوا طاقاتهم بشكل صحيح لحتى يمكن تماماً ينشأ جيل سليم وسوي فكريا. هلا اهم شيء اللي قلتيها احترام عقل الطفل، نحن كثير مهم انه نحترم انه هذا الطفل ما عمره 3 سنين، انه نحن بنمر شيء بدون ما يعرف.
كثير مهم انك الطفل تعلميه بالضبط انت شو ماشي وين شو صاير معك، وتشرحي له مشاكله. يعني بغض النظر عن الحفله، ما بتتخيلي الاطفال كانوا يطرحوا علينا اسئله وشيء يخلونا نغير مسرى تيس مثلا او درس كامل من طفل. وفي شغلات بصراحه هن تجاوزونا فيها، يعني هن كان الطفل فيها اذكى من المعلمه تبعه. اسئلتهم ما بتقدري توقفي قدامها ابدا، ما تكوني تحترمي ذكاء هذا الطفل وتجاوبيه بطريقه ممنهجه وصحيحه، ما فيكي ابدا تلتفي عليه. وفي شغله كثير مهمه، الرتم السريع للحياه كثير عم يخلي الطفل يتغير تماما طريقه تدريسنا يعني له. يعني ما عاد فيكي مثلا تحطي له حرف وحرف وتقولي له هجي، ما هو اسرع من هيك وعم يكمش اليوتيوب ويفوت عليه وكذا. صرتي لازم تحترمي هي الطريقه، انه احنا صرنا بالرتم السريع. لهيك بالحفله تبعنا سويناها حفله استكشافيه، يعني هو الطفل اكتشف الحضارات بشيء هو شايفه، بشيء عم يقوم فيه حسي حركي، عم يشوف هي الثقافه. خليناهم يفوتوا قبل ويبحثوا عن الثقافه مثلا عن روسيا، فاتوا عن روسيا. صار يجي الولد ثاني يوم نتفاجئ فيه وقت عم يحكي لنا عن روسيا، هو انه انت شلون عرفت؟ انا فتت على اليوتيوب وطرحت هذا وفتت وشفت مثلا. وقت مثلا كنا عن افريقيا يجي يقولوا لنا ثاني يوم انه ما بيحكوا، نحن لازم كنا عم نحكي شيء عن افريقيا البدائيه كانت الرقصه تبعنا. كثير تفاجئنا حتى بطريقه نقايتهم للزي، كنا عم ناخذ رايهم. يعني انتم بتحبوا هيك ولا بتحبوا هيك؟ يعطونا افكار عن جد كنا نتفاجئ فيهم. يعني بصراحه هن عم يتجاوزونا، خطير خطير وعم يتجاوزونا، وكثير حلو التعامل معهم لانك بتحسي عن جد عم تتعاملي مع ملاك. نحن عم نحكي عن اعمار صغيره لما نقول ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين، وعم نقول انه هن عم يحبوا يعرفوا يستكشفوا، وعم نلعب على كثير التفاصيل منها. الحس والحركه عند الطفل قديش مهم اليوم نلعب، لانه تكوين الشخصيه اساسا باول سنوات الطفل هي من ثلاث سنين لست أنت سنوات. انت ما بتتخيلي ثلاث سنين فتحنا الستارت الستيج وكانت تحيه العلم، وكلهم الطفل والاهل، الاهل صفقوا مع انه هي تحيه العلم، والطفل واقف استعداد. مثل الاستعداد، عرفان انه انا ما لازم اعمل اي شيء. بصراحه يعني كان موقف كثير فاجئنا. طيب سيرين يعني كيف فينا نلعب يمكن بهي القصص والتفاصيل من خلال فعاليات ونشاطات ترفيهيه فنيه ثقافيه على مخزون الطفل الثقافي والمعرفي اليوم؟ هلا نحن عملنا هذا الشيء من خلال مثل ما عم تقول لك انه عرفناهم على كل بلد، يعني كيف رقصتها، كيف ثقافتها، شو. وهذا الشيء كمان ولد عند الطفل انه ثقته بنفسه، تقبل الاخر، يفهم مثلا مفهوم التعاون. يعني بهالشيء اللي كله يعني هذول كلياته تربى عند الطفل من خلال يعني الفقرات اللي صار يساويها. نعم، واهم شيء يمكن التهى بافكار عمليه على ارض الواقع طبعاً. بعدته شوي على عن الموبايل والتابلت طبعا، لانه نحن عم يعني صار في عندك حسي وحركي، يعني مو بس انه هو ورقص، ويعني حرك كل شيء، عرفتي افكاره. طب مين بده يخبرنا هيك شيء مهضوم صاروا يعملوا اطفال على المسرح هيك؟ حدا يعني حكينا انه عطوكم افكار وهيك، بس في يمكن دائما حدا المشاغب المهضوم بس بشكل هيك هن اغلبيتهم كانوا كثير. خلونا هيك نحكي شوي ورا الكواليس قديش هلا حتى على الكواليس. يعني في فقره كثير ضحكتني، في الاولاد بقى بدهم يعملوا المصري. اول ما طلعنا بقى عم نقول لهم واحد اثنين، قام طفل خطر بباله درس رياضه، يعني الاولاد عم يرقصوا والعالم قاعدين وهو قاعد تسطح وصار يعمل تمارين ضغط. ما معقول شو مهضوم، ما معقول شو مهضوم. انه نحن عم نقول لهم انه واحد اثنين ثلاثه، قام هو خلص يعني قاعد يعمل تمرين ضغط ويرفع ايده. ما معقول هضامه، ما معقول هضامه. يعني كثير شفنا مواقف من اولاد وافكار كثير، يعني عن جد مثل ما قالت لك صرنا حتى ناخذ رايهم بانه هي الفقره عجبتكم، هي الفقره ما عجبتكم. يعني وعن جد وقت بتحكي مع الولد بتحسي عن جد حدا كبير، ما بتحسي حدا صغير. يعني مثلا وقت نقول لهم انه انتم عن جد كثير حلوين، انتم كثير منيحين، باخر الفقرات بس لينزلوا من على الستيج مس نحن بيضنا وشك، نحن كثير طلعنا مناح، نحن كذا. يعني عن جد هن عن جد اذكياء فعلا كثير، يعني كانت وعندهم طاقه حلو الواحد يستثمرها بطريقه بقدر. نحن اخذنا منهم طاقه، يعني عم بقول لها الصبح نحن اخذنا طاقه فظيعه بهي الحفله، كانت كثير يعني عطتنا دفع لقدام نقدر نعمل شيء عن جد. هذا اللي كنت بدي اسال عنه، حابين بالمستقبل شو النشاطات ممكن اللي حابين تعملوها، او ممكن هي كانت بوابه لافكار ممكن تطرحوها بالمستقبل؟ كثير في كثير. هلا نحن الفكره انه شعوب العالم كثير لقينا انه نحن لازم نتوسع فيها. من النادي الصيفي هلا مثلا صرنا عم نتوسع فيه اكثر، يعني مثلا فتنا بالهند مثلا عم نحكي عن الهند، صرنا نحكي اكثر مثلا انه هلا اسبوع كامل نحكي عن المهنه اليدويه تبعها،
على الاشياء على الاكل تبعهم. كثير الطفل بده يفوت على مكان بده يشوف كل شيء، بده يدوق، بده يشتغل بايده، بده يساوي كثير اشياء لحتى يحس حاله انا فتت بهذا المكان ملكته. مثلا فتنا على الصين ضروري كثير، بما انه ما عم نقدر نسافر هلا ما تمام بدك تشرق يعني كثير. مثلا المهن اليدويه بدك تفوت كثير حلو انه تدمج اكثر من ثقافه. يعني فتنا مثلا بروسيا مثلا يعرفوا شو المهن اليدويه تبعهم، على الصين يعرفوا شو المهن اليدويه. الثقافات حلو يتعرف بس بطريقه استكشاف. دائما بدنا نحترم الطفل، بدنا نعلمه دائما نحطه بمكان هو عم يستكشف فيه لحتى ينبسط فيه. والاخلاق يمكن اهم نبتعد عن التلقين، نبتعد عن التلقين لانه نحن بالاسف دائما عم نلقن الطفل. يعني الاولاد هلا بهذا الجيل سريعين، سريعين التعلم، سريعين التاقلم، سريعين وعندهم سرعه بديهه. يمكن ذكرتي انه فورا عم تتفوق علينا. يعني احنا صرنا وقت عم نعطيهم معلومه منقوصه عم يشرح لي. يعني انا مثلا بقلب السنه ما بنسى انه مره مثلا كان جنايني عم ينظف بالمدرسه ويقصقص الشجر، بيجي طفل بيقول لي انت شو عم تساوي؟ قلت له نحن عم نجمل الجنينه. قال لي لا انت عم تقصي الشجر، لانه هلا وقت قص الشجر ولازم تحطي سماد لينمو النبات وكذا. انا بصراحه وقت وقفت مذهوله قدام طفل عمره 3 سنين ونص، انت ما عاد فيك تقولي له شغلات انه بس نحن عم نقص الشجر ونظبط. لا بدك تشرحي له انه نحن بالربيع ولازم نقص الشجر ولازم نحط سماد. طيب مع بداية الفصل الصيف شو النشاطات اللي حابين تركزوا عليها مع الأطفال المصريين؟ لأنه كمان الفصل الصيفي فينا نقول وقت كتير كبير وفي وقت فراغ للطفل بيكون غير لما يكون في مدرسة، في نظام، في دراسة. هلا مثل ما عم قلك بالنادي الصيفي نحن يعني عاملين انشطه ثقافيه، وكمان نفس الشيء يعني انه يقدر هو يستكشف بهذا الشيء. عم نروح على المركز الثقافي رحلات استطلاعيه مشان يعني هو من خلال هذا هو يصير عنده معلومات، يعني بيتحرك مثلا بيطلع بيشوف يعني انه عن هذا بهذا الموضوع يعني. فايتين يعني نحن بدنا نتمنى هي الانشطه هي تحقق يعني هدفكم. وشكرا كثير احلى مسات كنتوا معنا، وبدنا نتمنى هيك هالاولاد يفقوا بايامهم اللي جايه لانه عن جد هن املنا بالمستقبل. شكرا حبيبه قلبي كلك يعني اكيد بدنا نشكركم ست عبير صاصيلا والمعلمه نسرين عزي على وجودكم معنا. نتمنى لكم التوفيق بخطواتكم القادمه. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم يا اهلا. لهون يا نور بنكون وصلنا ل